بعد أكتر من 30 سنة قدرت الشرطة الفرنسية إن هي تحل لغز أبشع جريمة قتل حصلت. كانت ضحيتها طفلة صغيرة مغربية عمرها ما بين 3 ل 4 سنين. الطفلة دي لقوها مرمية على جنب في الطريق السريع وسط مدينة في فرنسا، والقاتل كان مفاجأة. بدأت الجريمة يوم 11 أغسطس سنة 1987، لما لقت الشرطة في اليوم ده جثة طفلة صغيرة مرمية في شوال وملفوفة في بطانية، وكانت لابسة ملابس نوم لونها أبيض فأزرق. الحقيقة إن الشرطة ما قدرتش توصل لمين هي الطفلة دي ولا إن هي توصل لأي معلومة عنها. بعد اكتشاف الجريمة أعلنت الشرطة عن التفاصيل المرعبة وكمية التعذيب اللي لقوها في الطفلة أو على جثمان الطفلة، وتقرير الطب الشرعي كان بيقول إن الطفلة اتعرضت لتعذيب كتير جدا وحرق وضرب في كل جسمها، لدرجة إن وشها ملامحه ما كانتش باينة من كتر التعذيب والضرب والكدمات اللي كانت على وشها. اتعرضت للطفلة لحروق في كل جسمها، وكانت الحقيقة إن الحروق دي اكتشفوا إن هي نتيجة استخدام آلة حادة مصنوعة من الحديد، وإن كمان كان في آثار لعض على جسمها، وكان باين إن الفك كان صغير جدا، وبيقال إن العضة دي لست هي اللي عضتها. الجريمة كانت بشعة في كل تفاصيلها، كمان لقوا إن ضلوع الطفلة كلها مكسورة وما فيهاش أي جزء سليم. اتختم التقرير ان هما ما قدروش يوصلوا لاي معلومة غير للدي ان ايه بتاعها، وان هما اكتشفوا كمان ان في دي ان ايه موجود على البطانية اللي ملفوفة بيها. من بشعة تفاصيل القضية اصبحت حديث الاعلام الفرنسي اللي سموها الشهيدة الصغيرة. سنة 2016 حصلت خناقة بين مجموعة من الشباب، اللي انتهت الخناقة دي ان واحد فيهم يعمل تحليل للدي ان ايه، وكانت المفاجأة ان طلع اخو الطفلة المجهولة او جثة الطفلة المجهولة اللي لقوها سنة 1987. فتحت الشرطة من تاني القضية، ومع البحث والتحري قدر ان هم يوصلوا للبصمة الجينية لوالد ووالدة الطفلة. الغريب في الموضوع ان وقت اختفاء الطفلة مامتها وباباها ما بلغوش عن اختفائها او عملوا اي بحث او اي آلية ان هم يبحثوا عن الطفلة دي. والدتها الحقيقة ما بحثتش عن الطفلة ولا والدها، ودي كانت من ضمن الأسباب اللي خلت الشرطة تشك في الموضوع وتلاقي ان في حاجة غامضة. نتيجة الدي ان ايه اللي اخدته الشرطة من اخوها واللي لقيته الشرطة على البطانية، قدروا ان هم يتوصلوا للدي ان ايه الخاص بمامتها وباباها. ومن خلال الدي ان ايه اللي لقوها الخاص بالطفلة على البطانية والدي ان ايه الخاص باخوها، قدروا ان هم يتوصلوا لمامتها وباباها ويوجهوا لهم اتهام بقتل الطفلة، وكمان ممارسة العنف للطفلة تحت سن 15 سنة. بدأت خيوط الجريمة ان هي توضح اكتر فاكتر، ومعالم الجثة او معلومات الجثة توضح اكتر واكتر. والحقيقة ان الجثة طلعت لطفلة مغربية اسمها ايناس طلوب، عندها 5 سنين، واتولدت سنة 1983 في مدينة الدار البيضاء في المغرب. بعد الانتهاء او بعد ولادتها بسنة هجرت مامتها وباباها الى فرنسا وعاشوا فيها. كانت ترتيب الطفلة دي ان هي التالتة بين 7 اخوات، اصغرهم كان مواليد 91 واكبرهم كان مواليد 78. كانت المفاجأة كمان ان الشرطة قدرت توصل للقاتل اللي فضل مجهول ليهم اكتر من 30 سنة، والقاتل كان من بشاعة الجريمة. كانت مفاجأة رهيبة ان يعرفوا مين القاتل، والحقيقة ان القاتل كان والد الطفلة اللي عنده 66 سنة. قبضت الشرطة على والد الطفلة، ولما حققت معاه عشان تفهم ايه هي الاسباب اللي دفعته او اللي خلته ان هو يقتل الطفلة، وكان رده ان بيعيش هو واولاده ابشع حياة، وهي حياة فقيرة جدا وحياة صعبة، وزوجته كمان بتمارس ابشع انواع العنف مع اولاده. وفي يوم 10 اغسطس سنة 1987 رجع من الشغل اكتشف ابشع حاجة، وهي ان طفلته صغيرة ايناس متوفية.
ما كانش عنده حل ساعتها على حسب كلامه غير ان هو يلفها في بطانية ويحطها في عربيته ويرميها على الطريق السريع، بعد كمان اما يحطها في شوال. وبعد ما انتهى من ده كله قال ان هو سافر على المغرب عشان يقضي اجازة الصيف. لما قبضوا على الزوجة اللي عمرها 64 سنة قالت ان هي انفصلت عن جوزها سنة 2010 وان هي بتعيش في المغرب من الوقت ده وان هي ملهاش اي علاقة بجريمة القتل اللي حصلت لبنتها. وبكده قررت الشرطة ان هي تحل لغز قتل طفلة اللي لقبت ساعتها بالشهيدة الصغيرة، وفضلت حل القضية دي او لغز القضية دي لاكتر من 30 سنة. لكن القضية لما اتحلت اتحلت بأبشع صورة ليها، وهو ان القاتل والدها، واتقفلت القضية واتكتب على قبرها هنا يركض الملاك.